مشاهدي قناة زهرة العرب، أهلا بكم معنا والحلقة الثانية مع دكتور السيد عبد الله عبد الغني استشاري الأمراض الصدرية. في الحلقة السابقة تحدثنا دكتور سيد عن تعريف بمرض الدرن، طرق صبته وانتشاره. في هذه الحلقة بنتعرف مع حضرتك على أعراض الدرن وتشخيصه. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا أعراض الدرن خمسة صدرية وخمسة غير صدرية. أنا أتحدث باختصار عن الدرن الرئوي لأنه الأكثر خطورة، الأكثر نشرا للمرض، والأكثر خطورة على المريض المصاب بالدرن. أول حاجة من الأعراض الخمسة الصدرية هي السعال. أي مريض بيكح لمدة أكثر من 15 يوم، أي شخص يفضل كحة مستمرة معاه أكثر من 15 يوم وخد علاج مرة واثنين وثلاثة ويشاور كذا طبيب، لكن العلاج إفكتيف طبعا، علاج بكفاءة عالية، لكن فضلت الكحة معاه، ده بشتبه فيه إنه مصاب بمرض الدرن. يبقى أول حاجة هي السعال المستمر لمدة طويلة دون الاستجابة لأي أدوية. الحاجة الثانية إن الكحة دي تكون مصحوبة ببلغم، المريض بيطلع بلغم، البلغم ده ممكن يكون معرق بدم أو المريض يكح طلع دم، عادة بيبقى مع السعال والبصاق والنزيف الرئوي، في ألم بالصدر، في ضيق بالتنفس، كرشة نفس باستمرار، مجهود المريض بيقل. دي كلها أعراض تشخيص للمرض، كل دي للأعراض إذا كان الشخص مصاب بالدرن الرئوي. في خمس أعراض عامة إذا كان الدرن في أي مكان خارج الجسم. ارتفاع شديد في درجة الحرارة، يعني لو مريض عنده درن رئوي أو مريض عنده درن في الكبد أو الكلى أو العظام، نلاقيه بيشتكي من الأعراض الخمسة العامة دول. ارتفاع شديد في درجة الحرارة وخاصة بالليل، دايما مريض الدرن أيا كان مكانه سواء كان داخل الرئة أو خارج الرئة يجي له درجة حرارة مرتفعة جدا بالليل، وكميات من العرق الغزير جدا لدرجة ان مكانه بيعلم في السرير مية، يقوم يلاقي مكانه في السرير مية من كتر كمية العرق اللي بيطلعها. بيبقى عنده فقدان للشهية، مقدرش ياكل، مش قادر ياكل، عنده دايما اسهال وقيء وترجيع. مريض او شخص عنده فقدان للشهية ما بياكلش، حتى زمان كنا نقول عليه مسلول، زمان كانوا يقولوا انت مسلول ليه كده، لان جلد على عض، ما بياكلش، عنده قيء واسهال، يعني حتى اللقمه اللي بياكلها يا بترجع يا اما تنزل في حاله اسهال، فبيبقى عنده هزال وضعف عام. يبقى احنا كده عندنا 10 اعراض، الخمسه الصدريه، السعال، البصاء، النزيف الرئوي، الام بالصدر، ويقدر بالتنفس. وعندنا خمسه عامه، ارتفاع شديد في درجه الحراره، عرق غزير، فقدان للشهية، قيء وإسهال، وزال وضعف عام. دي الأعراض. إزاي بنشخص الدرن؟ أهم حاجة عندي هو تحليل البصاق. تحليل البصاق ناخده ونشوفه تحت صبغة معينة سميها زي النيلسن، إن أنا أشوف ميكروب الدرن بعناية تحت الميكروسكوب بهذه الصبغة أقدر أعرف إذا كان ده فعلا مصاب بالدرن ولا لا. إذا كان الدرن في مناطق خارج الرئة بقدر أخد عينة من المكان المصاب ده وأفحصها برضو تحت شريحة الميكروسكوب أو ببحثها باثولوجي، أعمل لها شريحة باثولوجية عشان أتأكد إذا كان الشخص فعلا عنده درن ولا لا. حديثا إحنا المستشفى هنا وبعض مستشفيات الصدر دخل لها جهاز جديد اسمه الجين اكسبرت. مستشفى صدر ميت خلف. مستشفى الصدر شبين الكوم ميت خلف. الجهاز ده بناخد اي سائل من سوائل الجسم ما عدا الدم. يعني نقدر نحلل في البول، في النخاع الشوكي، في السائل الرئوي، في البصاق، اي سائل من سوائل الجسم ما عدا الدم. نقدر نحط فيه عينة من هذا السائل يدينا ان الشخص مصاب بالدرن ولا لا في خلال ساعتين. وكمان يدينا اذا كان هذا المريض الدرن بتاعه مقاوم للمضادات الدرن ولا لا. يعني يدينا فكرة عن او يأكد او ينفي اصابة المريض بالدرن ويدينا فكرة عن استجابته للأدوية بعد كده. تمام.
احنا يعني سعدنا بحضرتك استاذ دكتور السيد عبد الله عبد الغني استشاري الامراض الصدريه، ونعدك يعني نعدكم مشاهدينا الكرام ان نستكمل معا سلسله الحلقات عن يعني الامراض الصدريه، ودائما شعارنا هو الوقايه خير من العلاج. ان شاء الله. شكرا ان شاء جزيلا. الله.